اليوم دي مؤتمر جمعية كان يتمحور على أوضاع النساء في تونس، وضعية الفلاحات، الوضعية الهشة. ذكرنا وكان بالأساس الذكر على النساء الفلسطينيات ومعاناتهن تجاه الاحتلال. نساء الفلاحات في وضع سياسي حساس، وضع سياسي من نجم نقول عليه كان وضع دقيق. مؤخرا شفنا الإيقافات للنساء التونسيات الحقوقيات، مدافعات شرسات عن حقوق والحريات. وضع اللي نتعدي به وتعدى به المرأة التونسية وضع صعيب وحساس، وجمعية تونسية كانت ولا تزال مدافعة الأولى وإلا الحائط الأول للنساء هذوما.